الذكاء الاصطناعي أصبح خطراً يهدد البشرية مثله مثل الأوبئة والحرب النووية. أسئلة حاسمة ومؤثرة في مسيرة البشرية يحملها معه هذا التطور، فهل هي مبالغة أم حقيقة؟ أكثر من 350 من مدراء ومختصين وخبراء في مجال التكنولوجيا وقعوا بياناً حذروا فيه من المخاطر الوجودية للذكاء الاصطناعي، واعتبروا أن مواجهة خطره هي أولوية عالمية تماماً كالمخاطر الأخرى مثل الأوبئة والحرب النووية. إيلون ماسك مالك شركة تسلا وستيفن جاري ووزنياك أحد مؤسسي شركة آبل وآخرون دعوا برسالتهم إلى توقف تطوير الذكاء الاصطناعي مدة 6 أشهر. وحتى نقترب قليلاً من فهم حجم الخطر، لنتمعن فيما قاله موزورف، وهو أحد المتخصصين في دراسة آثار التكنولوجيا، والذي يقول إن التهديد الحقيقي الذي يمثله الذكاء الاصطناعي على البشرية لا يعود إلى تقنياته المملة، بل إلى ظهور ما يسمى الذكاء الاصطناعي العام AGI، وهو مصدر القلق للخبراء. وحسب اعتقاده، فإن الروبوت شات GPT يمثل بداية ظهوره. الخوف من فقدان السيطرة على الآلة. يمكن لتطبيقات AI أن تمنح الآلات إمكانية التعلم والتفكير والتخطيط وتقديم الخيارات والمفاضلة بينها، وبالاعتماد على الخوارزميات التي طورها المبرمجون لتعليم أجهزة الكمبيوتر مهاماً جديدة دون الرجوع إلى المطورين، ما يعني أن بمقدور هذه الأجهزة تطوير نفسها إلى مدى غير معروف ولا يمكن التكهن به. وقد أكد ذلك قول سام ألتمان المؤسس المشارك لمصنع أوبن AI إن الذكاء الاصطناعي العام أكثر ذكاءً من البشر، ويمكنه تعلم أي مهمة فكرية يمكن للبشر القيام بها. ونذكر هنا إحدى التجارب التي تنذر بالإمكانيات الخطيرة للذكاء الاصطناعي. في عام 2017 أجريت تجربة لروبوتات الدردشة التفاعلية الخاصة بفيسبوك، وكان من المفروض أن تكون اللغة الإنجليزية هي المستخدمة بين هذه الروبوتات وبشكل واضح للمبرمجين، لكن بعد وقت قصير تمكنت هذه الروبوتات من تجميع الكلمات وخلق لغة خاصة بها غير مفهومة للمبرمجين، فتم إيقاف التجربة خوفاً من قدرة هذه الروبوتات من الولوج إلى قواعد البيانات دون علم الفيسبوك نفسه. بالإضافة إلى ما سبق، سيتسبب الذكاء الاصطناعي بزيادة نسبة البطالة، حيث سيتم الاستغناء عن العنصر البشري في مجالات كثيرة. وخلاصة القول إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد ساهمت في تطوير حياتنا في مجالاتها كافة، حتى أصبح من غير الممكن الاستغناء عنها في حياتنا. لكن في رحلة التطوير والبحث عن الأفضل، يجب أن نتأكد أننا ما زلنا مسيطرون كي لا ينقلب السحر على الساحر.